Adam, Hawa, dan mukaw mawiling harin, min tulanan mukaw yung mahala ni Shreer, maharami, madawi ko po, mukaw fiyan niyo. Wala, kutsang niyo, fiyakotori ko, tinanan ko, mainayan ako, di, ihyari ko sa hindi kaya ko pangiya, minahari hindi kaya masilan. Ikral ayan malingat kaya sa ayin haula, ayin ang lihas, ayin sidat, stash, matash, matash maglom, at masamiyang, kamsa kamsa. Sabi masyari ng kakay wala tizaz, wala ikbari wala ijnad, ito siya dadun lika. في هذه احتفالية رمزية المفعمة بأريج الإيمان بعرق الروح الوطنية وقيم المواطنة الإيجابية. في هذه الذكرى النجيلة التي تعتبر بحق معدنة وطنية بارزة وحاسمة في تاريخ بلادنا الزاخر من الأمجاد والملاحين والبطولات والقافحين بالمبرات والمكرمات والأعمال الصالحات. وهي تجسد هذه الفكرة انتصار إرادة العرش والشعب، إرادة القمة والقاعدة التي تجلت منذ النطاق التاريخي الذي جمع بين الجلاله السلطان محمد بن يوسف حركه وطنيه من الثلاثينات، وتجسد ايضا في ثوره الملك والشعب التي انطلقت يوم 20 اغسطس 1953 وكانت بحق انطلاقه هي الشراره بالعمليات لحركة المقاومة فيها. ونحن نحتفي بهذه الذكرى الغراء، نستحضر المواقف الحالكة لنساء ورجال أوفياء مخلصين لم يتوالوا لحظة واحدة في الاستجابة لنداء الوطن، مؤدين دورهم النضالي والوطني بالتزام ووفاء وإيثار ومكرم ذات ظاهرة وحالية وبروح تحية. فكتبوا بدمائهم الطاهرة أروع صفحات المجد والسؤدد والقنوت، ستظل منشومة ذاكرة جماعية لتؤكد على الدوام الأواصر المتينة والوشائج القوية التي جمعت دوما القمة بالقاعدة مجسدة بالناموس تلاحم كافة أبناء الشعب المغربي لمواجهة الاحتلال الأجنبي وفي الدور عن حمى الوطن وحياضه والدفاع عن مقدساته الدينية وتوابته الوطنية.